انتهت بفوز النادي الاهلي، ودي تجربه اعتقد انها بتبقى مميزه بدايه موسم، وانت ما بتبقى برضو بتطبق حاجه وفي نفس الوقت عايز تفوز، وده المطالب دايما بيه النادي الاهلي. ففوز مهم برضو في مباراه وديه. كابتن سمير، بتشوف المباراه من وجهه نظرك ازاي؟ لا، مباراة هايلة، مبروك نادي الأهلي، هارد لك نادي النصر. مباراة طبعا فوق المتوسط من النواحي البدنية والفنية، طبعا دي أول سنة بالنسبة للفرقتين، لكن خلينا نقول النادي الأهلي هو الأجهز، الأجهز من آخر مبارياته، لعب في الدوري وكأس وأفريقيا، فبالطبع هو الأجهز وكده فرض سيطرته على المباراة خصوصا الشوط الثاني. لكن أول 45 دقيقة الحقيقة يمكن الكابتن حسام أشرك 11 لاعبين، عايز يشوف مستواه واقف لحد فين، بيجرب طريقه، ابتدى يستعين بالسوليه وهشام لاول مره، بيشوف الوضع ايه، ممكن يلعب بيهم في الدوري، ممكن يلعب بيهم في افريقيا في البطولات اللي جايه بعد كده. لا، مباراه مفيده، واول 45 دقيقه يمكن شفنا الهجوم كله كان من ناحيه حمودي من الجانب الايمن. طبعا دي كانت شكل حمودي واضح ان هو فايق وعايز يعمل حاجه، فكل اللعب كان من خلاله ان جابها اليمنى زي ما احنا شفنا. هو كل اللعب اول 45 دقيقه من ناحيه حمودي، هو شكله فايق، واضح ان هو بيتمرن كويس وبدا فتره الاعداد كويس جدا، والكابتن حسام كان بيديله على فترات، انما هو الوحيد اللي شكله اول 45 دقيقه واقف على رجله. وبالاضافه كمان الشوط الثاني قدر ان هو يعمل هدف لاحمد ياسر ريان، طبعا كروس طبعا مميز جدا، وهو مشهور بيه حمودي، بيعمل الكرات العرضيه، عمله بإتقان شديد جدا. واحمد ياسر ريان طبعا مميز بضربه الراس، يمكن الكابتن وليد اتكلم على الفتره اللي هو دربه فيها، واكيد احمد استفاد من الكابتن وليد خبره كبيره، وانا دربته طبعا فرقه 97 كنت مصعده معايا في بطوله الجمهوريه، اكتسب خبره. كم سنه دلوقتي يا كابتن؟ 19 عنده 19 عنده 19 سنه، فمواليد 98 98، فطبعا من اللعيبه اللي النادي الاهلي كسبها النهارده في مباراه النصر. شفنا الارتقاء بتاعه، الهيدرز بتاعه، الرشاقه، بيوجه بالهيدرز على يمين الحارس، لا لعيب ليه مستقبل، بياخد زي خطوات عمرو جمال لما خدها قبل كده، نفس الستايل برضه، بيلعب بدماغه بس هو مهاري شويه عن عمرو. لا يعني ما شاء الله، لعيب كويس جدا ليه مستقبل. وكابتن وليد اتكلم في حته الفرص وحته ان هو ما يزهقش، او الناس بتطلب مثلا لما بتشوف لعيب كابتن وليد متالق وجديد بتطالب ان يلعب على طول، لا انا مش مع النقطه دي، انا بديله بالتدريج عشان ما يتحرقش وياخد خبرات. هو الحقيقه طبعا الفتره اللي فاتت نظر تاني كابتن وليد، كابتن سمير يقول لك لا، طب ما ميسي كان احسن لاعب في العالم وعنده 16 سنه، يعني بس في بداياته، في بداياته ابتدى يخش الشوط الثاني، وبعدين الفرصه اللي موجوده هي كابتن وليد، احنا لسه قايلين ايه مدى تطور اللاعب. ميسي بيتطور كل ثانيه، مش كل لكن انت هقول لك، احنا قلنا برضو كلمه مهمه قوي، هو احمد ياسر ريان هيستمر على كده يبقى لازم يلعب، يبقى لازم صحيح. هو لو خد الماتش الجاي راح جايب جونين، ولو خد الماتش اللي بعده راح جايب ثلاثه، خليه يلعب، هو بيكبر بقى مدربه. ما هي دي بقى مدى التطور، في لعيب بيتطور. انت بتتكلم على ميسي ما شاء الله وهو 16 17 سنه، اول ما نزل رونالدينو راح عامل له الجون، راح طق جون، خلاص الراجل موهبته واضحه، الموهبه كمان بتبان صحيح. يعني طبعا حصلت عند ناس كتير جدا الموهبه المبكره، لكن نتمنى لاحمد ياسر ريان، يا ريت طبعا، احنا كل الناس بتبقى عايزه تقف جنب الناشئ، لا وبعدين مفيش حد طبعا، يعني وخصوصا ولاد النادي بالظبط، يعني المرحله اللي انا كنت بقول لحضرتك فيها وكابتن سمير، يعني مع كامل الاحترام لكل الناس، بس وليد ازارو واجاييه ومروان كلهم من بره النادي، فانا النهارده لو عماد متعب او احمد ياسر ريان طبعا يعني بتحسب لقطاع الناشئين طبعا، وده يمكن على مدار تاريخ النادي الاهلي دايما منتخب مصر راس حربة المنتخب صح، هو دائما من النادي، الفتره فاتت الى حد ما عماد متعب كان اخر واحد تقريبا بالنسبه صح، لجزئيه الراس حربة بالنسبه لقطاع الناشئين النادي الاهلي اللي صعد للفريق الاول.